مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الصدمات، ونيتنا لهذا الشهر هي التحرر من الصدمات. بليز إذا ما حطيت النية حط النية، ما زال عندنا وقت، ما زال في ساعة. وإذا ما حطيت خلفية الجوال حط خلفية الجوال، خلفية الجوال كثير مريحة. وعندنا برضو فيلم جميل، شوف الفيلم وراح نناقش الفيلم منتصف الشهر. عندنا على الموقع سمية 369.net عندنا أبانوس، برنامج تحرر الصدمات. عندنا نظام الصدمة حتى تعرف كيف تشتغل الصدمة وكيف نظامها وحتى لا تتكرر في حياتك مرة ثانية. وعندنا صدمات الأجداد، نناقش فيها القوة والضعف القادم من الأجداد. وعندنا تنظيف المستقبل للأشخاص اللي نظفوا الماضي أو جزء يعني من الماضي. وبرضو عندنا مواد الشهر اللي راح كلها ما زالت موجودة على الموقع، وراح تنتهي نهاية الشهر، اللي هي السودي توكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التطهير الروحي من خلال التنفس. اليوم نبغى ندردش شوي عن صدمة المرض، وبعدين ندخل في الأسئلة. قبل ما أدخل في موضوعي أبغى أبلغ كل أصدقائي الفانز اللي عندهم صفحات فانز، المفروض أنه كلكم وصلتكم هدية بسيطة مني، كتابي الجديد موقع. بليز اللي ما وصل يبلغني، أنا اجتهدت أني أشوف كل الفانز الموجودين في السوشيال ميديا، فالمفروض أنه كلكم وصلكم أو في الطريق، يعني في ناس بعيدين. وأبغى أقول لكم من خلال هذه البسيط الهدية البسيطة شكرا جزيلا، وأني أحبكم. وزي ما أنه أنتم قاعدين تعطوني، أنا مهتمة أني أنا أعطيكم، وأتمنى أنكم تنبسطون بالكتاب. طيب، صدمة المرض. قبل فترة واحدة من صديقاتي أصيبت بكورونا، وكان شوية شديد بعدين يرخي معاها، بعدين شديد بعدين يرخي معاها. فكنت أكلمها أقول لها طب أجيك، طب وش القصة، وش اللي صاير كذا. تقول لي، طبعا هي يعني عندها كذا أفكار على كورونا كثيرة، فهي يعني مرة زعلانة على المرض، فتقولي أحس أني أنا داخل حرب. فلما سألتها أنت كيف داخل حرب، تقول أحس أني قاعدة أحارب الأشرار. المهم يعني بالأسئلة والأسئلة عرفت أنها هي يعني كانت كثير ماخذة موقف من الموضوع، وتحس أنه يعني هي قاعدة يعني تسوي شيء يعني عظيم بهذا المرض وهذا القتال. وقد تكون بهالطريقة هي جذبت الموضوع بطريقة أو بأخرى، لكن تكتشف إنه الناس لما يمرضون في كذا يعني جواتهم شيء معتقد، في أفكار، في مشاعر قد ما يعرفونها وقت الرخاء، وقت ما هم مش مرضى. ذلك أغلب الناس في نسخة لهم وهم مرضى أو بعد ما يمرضون، وفي نسخة لهم وهم أصحاء. قد تتفاجأ من نفسك لما تكون مريض انك انت تفكر بطريقة مختلفة، معتقداتك مختلفة، طريقتك مختلفة، ولما انت تكون طيب تكون يعني شخص مختلف تماما. لذلك المرض في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى صدمة للإنسان إذا كان هو يعني ما رتب كثير من الأشياء في حياته، ما نظف كثير من الأشياء في الحياة. المرض يصدم، ومن الممكن أن يكون المرض صدمة للإنسان. يمكن لاحظت بعض الأشخاص مثلا، يمكن حولك في عائلتك، مرضوا وراحوا للطبيب وتصنف أنهم يعني عندهم هذا المرض الفلاني، بس يقول لا يا شيخ بنحلل مرة ثانية ونتأكد. لا أعتقد معقولة أكون يعني مصابة لإصابة، لا 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 نتأكد مرة ثانية، خلونا نروح نشوف طبيب ثاني، يمكن لا ما أعتقد تحليلاتهم ما هي سليمة ولا صحيحة. تقول طيب يلا خلاص خذ الحبوب، خذ الأدوية، خذ كذا. يقولك لا لا لا،
بس دي كل مرة عشان أنا أكلت يعني زودت الملح وزودت الدهن أو زودت يعني العشاء كان ثقيل ولا يعني ده أنا مو مريض. فبعض الأشخاص لما يجيهم المرض أصلا ينكرون القصة تماما، ينكرونها. هذه حالة من حالات إنه اللاوعي كذا يسوي لك يفر مخك ويسوي لك يعني بلوك للموضوع. لا 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 لا, لا. أنا مريض، لا 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 مو صحيح، مو صحيح، هذا كلام مو صحيح، مو صحيح، حتى لو طبيب قالها مو صحيح. فينكرون هذا الشيء، ينكرون الاعتراف بهذا الشيء، ينكرون إنهم يعني إنهم وصلوا لمرحلة إنهم يحتاجون يعني يستشفون، إنهم يعالجون، إنهم يأخذوا خطوة، ما يقدرون يوصلون لهذه المرحلة. أو يقولك خلاص ترى فيك سكر أنت، خلاص يعني خلاص ستوب، وقف السكر يعني، وقف هذا الشيء، وقف أكلها. يقول لا يا ابن حبس ديك المرة ترى عشان يعني. فمن الممكن إنه الإنسان يعني ما يصدق الموضوع، يظل هو مكذب للقصة تماما، ويحتاج وقت لما هو يتألم زيادة، لما هو يعني يصدم أحد بقصة حقيقية، لما أحد يجي يقول الموضوع بطريقة كثير يعني بشعة يعني حتى يستيقظ يعني. مرات الأشخاص لما يعرفون إنهم مرضى يعترفون على طول، بس كثير يزعلون، كثير يزعلون، وخصوصا الشخص لما يكون مثلا يعني هذا المرض يسبب له عجز، يعني لما هذا المرض يخليه ما يقدر يسوي اللي كان يسويه أول. أوكي، في أمراض هي موجودة لكنها ما تعيقك عن أنك أنت تسوي شيء اللي كنت تسويه، بس في أمراض خلاص يعني مثلا كنت تقفز، كنت تنط، كنت تسوي رياضة، ما تقدر. خلنا نقول مثلا شخص صار الحادث بعدين كسرت رجله أو كسرت يده، كان يكتب، كان يعني يمسك الأشياء، ما قدر، فهو عاجز عن أداء الأشياء اللي يسويها. وكذا إحنا نكون نواجه ضعفنا ونواجه عجزنا، نواجه العجز والضعف، يعني كأنه الفترة الزمنية اللي أنت تعيشها كذا شادتك وحطتك في يعني قمة العجز. يلا deal with it، وش تسوي في هالموقف؟ إنه أنت كثير عاجز، كثير عاجز وكثير ضعيف. فبعض الأشخاص يغضبون في هذه الحالة، إنهم يعني لما يجيهم هذا المرض يكونون كثير غضوبين، يعصبون، يصرخون على اللي حولهم، يمكن يهينون الدكتور، الطبيب، يمكن يغضبون على الله، يعني يغضبون كذا على كل الاتجاهات. ممكن يكون عندك مريض في البيت معصب طول الوقت، طول الوقت غاضب، طول الوقت معصب، طول الوقت يعني يصرخ، ينافخ، ودك تقول له ترى انا قاعد اساعدك، ترى انا مو مضطر اني قاعد اساعدك، بس تحس يعني مسكين مو قادر يفهم يعني انك انت قاعد تساعد، قاعد تقدم، قاعد تقول له، قاعد تخفف عليه، وهو قاسي عليك، معصب كذا طول الوقت. فهذا ايضا شكل من اشكال استقبال صدمات المرض، انه الناس تزعل على المرض، على سبب المرض، على الناس اللي حولها، على كل الطاقات، تحتاج في حالة احتجاج. طيب، في أشخاص لما يمرضون مرض يعني مرض حقيقي، يفتحون الملفات الصعبة في حياتهم، يحطونها على الطاولة، يعني طول عمرهم يتهربون من ملف من الملفات، طول عمرهم يتهربون من ملف من الملفات، لكن لما مرضوا وطاحوا، يمكن كانوا في المستشفى، يمكن في البيت، خلاص يعني مرض حقيقي، يقولك بسم الله الرحمن الرحيم، أكبر وأعقد ملف وأسود ملف يطلعه ويحطه على الطاولة، تقول أوه واو والله برافو على هذا المرض اللي يعني اللي حرك، يعني احتاجت القصة إلى أنك يعني تقطف هذا المرض وتصدم بهذا المرض عشان تفتح هالملف الصعب. تخيل، احتاجت قصة روحك إلى أنك أنت تقطف هذا المرض عشان
تقبل انك انت تحط الملف الاسود الصعب المعقد على الطاولة. لك في اشخاص كثير لما يمرضون يفتحون الملفات، يحطون ملفات على الطاولة، وهذا وين كان يعني طريق التغيير الصعب، لكن جيد جيد انه، لانه قد يكون برضو هذا احتضار ما نعرف، لكن جيد انه انحطت الملفات الصعبة على الطاولة. جيد. ما تبغى تمرض عشان تحط الملف الصعب على الطاولة، اوكي؟ ما تبغى، ما تبغى تصدم هاي الصدمة، ما تبغى تختبر هذا الاختبار، تبغى تاخذ الموضوع بهدوء، الملف الصعب ينحط على الطاولة بدون مرض، بكل هدوء، بكل تفاهم، تاخذ ملفاتك الصعبة وتحطها على الطاولة وتناقشها وتنظفها. ما يحتاج انك انت تمرض، ما يحتاج انك انت تحد الحياة وتحد القصة وقصة روحك على انها توصل لهذا القاع وتجيب المرض عشان تفتح ملف صعب وتنظف ملف صعب. طيب خلونا ناخذ اسئلة. صديقي سعيد يقول طبقت أبانوس 4 مرات في سنة واحدة وغيرت فيني اتجاه، كنت يائس من مشكورة من كل قلبي. شكرا جزيلا، مبسوطة على هذه الأخبار. أو واو 4 مرات في السنة، والله أنت اشتغلت شغل بطل. ريم صديقتي تقول ولادة بطفل ميت يعتبر صدمة؟ نعم، خصوصا إذا كانت الأم يعني ارتبطت مشاعريا بهذا الطفل. لكن طبعا ما أقدر أقارن ما بين موت طفل بعد الولادة وبعد العلاقة وبعد تبادل عميق للطاقات وتبادل للوعي بأثناء الولادة، في فرق يعني في الدرجة، ما نقدر يعني نخلي هذا زي درجة هذا، لكن تظل هذه كلها صدمات. زهرة حبيبتي تقول أمي أخبرتني أنها عندما حملت بي صارت تبكي ولم تكن ترغب بالحمل وتعذبت جدا أثناء ولادتي، هل هذه صدمة لها؟ إيه لك، أنا أعتقد أنه أنت تحتاجين تشتغلين على الوعي الطفولي، مو كاعتبارها صدمة. لكن إذا السؤال هل بنعتبر أنه الولادة صدمة، في ناس تعتبر كل الولادات صدمة، يعني كل الولادة صدمة، كل الولادة صدمة، كل الاحتضار للموت صدمة، يعتبرون كذا أنه كلها. وفي فلسفات تعتبر لا، أنه من الممكن أن تكون الولادة ما هي ذاك العملية اللي تأدي نعتبرها صدمة. فأنا أقول أنت مو مصدومة، أمك المصدومة، بس أنت نظفي الوعي بالوعي الطفولي. صديقتي تقول هل صدمة المرض طبقات زي المشاعر العميقة والخوف وكذا، يعني اشتغل عليها أبانوس أكثر من مرة ولا تنظف مرة واحدة؟ على حسب إيش المرض، متى حضر، متى هو موجود، على حسب تفاعلك مع المرض، لما عرفتي وقت المرض كيف كان شعورك، كيف كان موقفك، على حسب درجة التحسن اللي أنت فيها الآن، كل هذه لها اعتبارات. من الممكن أنه شيء يتنظف من أول مرة، ممكن جدا، ممكن جدا، يعني في أشياء ترى تتنظف بس أن تطلعها من اللاوعي إلى الوعي، في أشياء تتنظف مرة واحدة، في أشياء طبقات، في أشياء معقدة، في أشياء أصلاً ما تدري عنها، فبالتالي يحتاج أنها أصلاً يعني تطلع بطريقة لا واعية، بتنظيفات لا واعية عشان توصل مشاعرها، بعدين تنظف مشاعرها، بعدين تطلع الصور. فأنا أؤمن أنه في شيء كثير معقد مكلكع جواتك يحتاج وقت، يحتاج جهد، فبالتالي أعتبر أنه طريقة معقدة للتنظيف. وأؤمن أنه في شيء بسيط يحتاج أنك أنت تنقله من اللاوعي إلى الوعي. ما أؤمن أنه كل الأشياء يبغالها عمليات معقدة وتنظيفات معقدة، ولا أؤمن أنه كل الأشياء تنقلها من الوعي إلى اللاوعي تتنظف. كان كل العالم صاحين ومصحصحين ومنظفين ومشاعرهم جيدة، فبالتالي يعني الواقع هو دليل دائم بالنسبة لنا، عطنا دلائل الواقع، بس انك انت تنقل شيء من اللاوعي للوعي كان كل النيام الحين هم يعني. لما كنت صغيرة كنت متعلقة بمسلسل، لما كبرت عشت نفس الاحداث واكتشفت هذا مؤخرا، انا مصدومة كيف اغير الوضع. او ماي جاد،
هالمسلسلات يعني خصوصا في لما احنا نشوفها بدون وعي ولما نشوفها في عمر مبكر تلعب في روسنا. والاغاني بعد المسلسلات اهون. ليش؟ لانه المسلسل عاده انت تشوفه مره واحده وخلاص اوكي، يعني حتى لو تكالبت عليه المشاعر، بس الاغاني والفيديو كليبات اللي طبقات طبقات. يعني تخيل في شخص مثلا يعني في الاسبوع على الاقل مرتين يفتح اغنيه خايبه عن العلاقات وعن الخيانه وعن الحب وعن كذا، فامتداد حياته يعني تقول 10 سنوات 20 سنه 15 سنه وهو يفتح هذه الاغنيه. يعني انت ايش تتوقع علاقتك مع شريكك في المستقبل؟ هذا اذا 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 ضبط انه في علاقه، ايش تتوقع؟ اكيد راح يكون في خيانه، راح يكون في علاقه تعبانه، راح يكون في مصيبه من المصائب. لان تقول اوه واو صح، نفس القصه اللي كانت في الـ في الـ في الفيديو كليب، نفس القصه اللي كانت في المسلسل. زي ما قلت لك المسلسل لما ينشاف مره واحده وينشاف بوعي غير. لذلك انا اكثر شيء اخاف منه الاغاني، او احس انه المفروض انه احنا ننتبه. يعني لا تعلق على الاغنيه كثير اللي انت يعني حاسبها. في اغنيات بعد جيده، في اغاني جيده. الان انت مصدومه كحقيقه معرفيه انك انت اكتشفتي اوه واو انا جايبه حياتي من المسلسل اوكي، اوه واو انا جايبه حياتي من جدي ولا جدي، اوه واو انا جايبه حياتي من واحده مشهوره في سناب شات. فتلقى تقول اوه واو الان اكتشفت انا من وين جايب هذه القصه. فدايما اسال نفسك لما يكون عندك قصه غلط، قصه يعني لا مو جيده، اسال نفسك انا جايب القصه هذه من وين، من وين جايب هذه القصه. اعتقد انه حان الوقت للتنظيف. انت مو مصدومه، انت بس عندك الصدمه المعرفيه انه انت اوه واو انصدمتي انه انت يعني عندك هذا الموضوع. انت تحتاجين تنظيف، واقترح عليك انك تنظفين من خلال السود ديتوكس عشان الاشياء الواعيه، وتاخذين معاها الموسيقى التحوليه وقت النوم عشان بتطلعن الاشياء اللي ما ندري انغرست واحنا ما ندري عنها. هند صديقتي تقول امي من تمرض ترفض زياره الطبيب. بعض الاشخاص لما يكونون في صدمه المرض يرفضون لانهم ما يبغون يسمعون الحقيقه، يعني ما هم شاكين او فيني كذا فيني، بس ما يبغون يسمعونها يعني تكون مؤكده. قالها الطبيب خلاص يعني اكيد معناها هو محلل، هو متاكد، هو شايف مرضى قبل، فما يبغون يسمعوا، فبالتالي يختارون انهم هم ما يروحون للطبيب. وفي اشخاص هم يؤمنون بفلسفات تدعو الى عدم التشافي. في فلسفات في فكر يعني يحمل هذه وجهة النظر هذه، انه هم ما يتعالجون ويشوفون انه العلاج في نوع من الاعتراض على قدر الله او على قرار الروح او على الطريق اللي المفروض احنا، او انه هذا استحقاقي، هذا نتيجة الحياة، هذه كارمتي، فالمفروض اني انا اخذ الموضوع لاخره هو، ولا المفروض اني اتعالج. انا اؤمن انه انت عندك خيارات العلاج، عالج، ليش ما تعالج؟ وهذا من صراحة من الرفاهية ومن الحياة الطيبة اللي احنا وصلناها، انه يكون فيها هالخيارات عندك. لكن ما تدرين هي هل هي هذه فلسفة بالنسبة لها ولا هي تعيش صدمة، ما تدرين. وانت ما تعرف وجه اخر للناس اللي لما يمرضون، لانه انت وانت طبيعي غير وانت مريض، الافكار، المشاعر، القرارات، كلها شيء مختلف تماما. زهرة حبيبتي تقول ليش بعد كل تغيير أتمرض؟ ليش بعد كل تغيير أمرض؟ أوكي، خلنا نقول الآن إحنا قلنا إنه المشاعر السلبية عندك طبقات، أوكي؟ فلما أنت تغير مثلا خلنا نقول ثلاث طبقات مع الجسد الفكري، مع طاقتك، معناها تغيرت عندي الهوية. فلما تتغير الهوية تحتاج جسد يناسبها، من المتوقع إنه يتغير الجسد. هل يتغير بشكل مرض او يتغير بشكل تغيرات جديده؟ ما نعرف، على حسب درجه ايش الهويه، ايش طلبات الهويه، ايش المناسب لها، ايش الاصلح، ايش الانسب، هل في طبقات ماديه تحتاج تنظيف. لذلك بعض الاشخاص لما يتغيرون تتغير هوياتهم
يجيلهم زكمة، يجيهم فلوانزا، يجيهم كذا، انها تنظيف هنا وتنظيف هنا يمتد للجانب المادي، والتغيير هنا والتغيير ينسحب على الجانب المادي. انت لما تغير شيء واحد في المعادلة تتغير كل المعادلة، تغير رقم واحد في المعادلة كل المعادلة تتغير والنتائج تتغير. كذلك لما انت تغير شيء في حياتك، تغير شيء واحد كل شيء يتغير، لان يعني كل شيء يتأثر بكل شيء ويؤثر على كل شيء. ف من الممكن، وطبعا من الممكن جدا انه يكون التغيير على الجسد المادي بدون ما يكون في مرض، يعني يتغير شكل الوجه، يتغير شكل الانف، يتغير لون البشرة، تغير رسمة الجسم، يتغير، يعني في اشياء تتغير ما تحتاج انها تمرض عشان تتصحح، ما يحتاج انها تمرض عشان تتصحح، تتصحح بدون مرض. عفاف حبيبتي تقول بعد نية التنظيف ظهرت جروح الطفولة وصدمات صارت لي بعمر كبيرة، ماذا انظف اولا؟ نظفي الاكثر الما الان بعد ما بينت عندك وش اللي اوجعك اكثر، وش اللي تقولين لا انا متألمة من هذا، ليش صار لي كذا كطفلة، او تقولين لا ليش صار لي كذا امس، فالاكثر الما ابدأي فيه. اذا كلهم سواء ابدأي بالطفولة. لورا حبيبتي تقول انا مصدومة جدا، اكتشفت ان فيني مرض صرع، رحت ابحث عن علاج وطلع ان المرض وراثي من امي وابوي، لا من امي، ومرض وراثي من امي، وامي ما قالت لي، ولما قلت لها قالت ايه من يوم كنتي صغيرة وفيك، صرت انصدمت انه حالتي تدهورت كثير وهي ما اخذت خطوة جدية للعلاج وقتها، احس ابي الوم احد. لورا حبيبتي حديثنا اليوم عن صدمة المرض تشمل ايضا الامهات اللي واجهوا اطفال مرضى، لانه لما يمرض الطفل تقريبا كأنه الام مرضت، لان هو في طاقتها، وكل ما كان اصغر كل ما كان في طاقتها وكل ما كان الالم اكثر، فتقريبا مرض الطفل هو يعني تقريبا يعني كذا يعني تجاوز نقولها هو مرض الام. ففي ام لما يجيها طفل مريض تعيش حالة انكار، ما تسوي ديل مع الموضوع، ما تتحمل مسؤولية، ما تاخذ اكشن، ما تاخذ موقف، تتجاهل القصة كأنه طفل طبيعي، تقول ان شاء الله لا معقولة الاكل هذا يأثر، معقولة الجلسة هذه، معقول ما اظن، يورونها يدرسونها يفهمونها اللي حولها، تقول لا ما تفضل انها يعني تنكر انه 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 في حل، في حل المرض طفلها، من انها تاخذ اكشن وتجتهد وتحاول انها هي تعالج طفلها. طبعا هذا تعاملها مع نفسها على فكرة، يعني هذا برضو استحقاقها لنفسها كأم، مو يعني انها فضلا عن كونها ام يعني مستهترة وامها يعني ما قدرت تتحمل رسالة الامومة اللي تحملها، لكن ايضا هذا هو مستوى استحقاقها، لان هذه طاقتها، لان هذه طاقتها، لانه الطفل في عمر مبكر هو ملتصق بطاقة امه، فكون الطفل لا يتم علاجه ويتم تجاهل المرض اللي هو فيه يدل على ان هي متجاهلة لذاتها اصلا، متجاهلة لمشاعرها، متجاهلة لإحساسها كأم، متجاهلة للقصة اللي هي عايشتها. فمو برضو مو كل الأمهات لما يصير لأطفالهم مرض يتصرفون بطريقة مسؤولة ويتصرفون بطريقة سليمة، بعضهم يعيشون حالة إنكار، بعضهم يغضبون على الطفل، يغضبون يصير الطفل ينجلد، ينضرب، ينهان، يصير الطفل أو يشعرون بالعار من هذا الطفل، يخبونه عن الأعين، لا تسوي كذا، لا تفعل، طب هو ما يقدر، هو ما يعرف، هو ما يفهم، مرات يكون ما يفهم عنده مشكلة عقلية، فيتم التعامل معاه بغضب وبشدة وبقسوة يعني وبتخلي، ويعني يتم إهانته، يتم رفضه، يتم يمكن وضعه في غرفة منعزلة، يعني ممكن تجيب له كذا يعني مربية وتخليه كذا في ملحق ولا حد يشوفه ولا حد يدري عنه، فهذه حالة غضب،
حالة غضب، نفس الشخص لما يكون في حالة غضب. وفي أمهات غير، في أمهات لما يجيها يعني طفل مريض يعني توقف على رجل واحدة زي ما نقول، يعني تخرج الأمومة الحقيقية اللي بداخلها. يعني هذه القصة، قصة طفل، قصة ولادتك لطفل مريض، من المحتمل جدا أن تغير كل حياتك وواقعك وكل اتجاهك في الحياة. لكن كثير من الأمهات جيهم طفل مريض عادي، كأنه في ضيف طق الباب ومشى، عادي جدا، ما كأن الموضوع أصلا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، ما لها دخل في القصة. لكن لما أحد يقول لي أم جاها طفل مريض، عندها طفل مريض مرض، مو شي عابر، مو فلونزا ولا حرارة، لا شي مرض، يعني أقول هذه أم يعني وفعلا يعني انتبهت واهتمت، أقول هذه أم وقفت على رجلها، هذه يعني هذه فهمت قصة معينة ما أحد فهمها. بالتالي هذه من الأشياء اللي تعتبر صدمة للأم، تعتبر انحراف عن المسار، تغير رئيسي في مسار أي أم إنها تعتني بطفل مريض. لذلك مو كل الأمهات يقدرون يتحملون طفل مريض. أمك ما تحملت، سوري. مو كل الأمهات يقدرون يحملون طفل مريض، مو كل الأمهات. تخيل عندك طفل مريض طول الحياة، تجي كذا مريض، يعني ينولد مريض، يمرض مرض خطير، ما أدري شو تسوي. وتخيل يكون أول طفل بعد، فرحانة على أساس بتلبس البنت في يونكا وبتصورها وتحطها في سناب شات، بعدين تفاجأت إن القصة مختلفة تماماً، مجهزة الفيونكة ومجهزة يعني الغرفة بينك، وعايشة جو مختلف تماماً، مختلف، ومسوية يعني محددة مواعيد حفلات ومصورين وكيكات. بعدين صارت القصة شيء آخر، شيء آخر، ودتها لدايركشن ثاني. فمو كل أم هذه متفقين عليها من زمان، ومو كل أم تستطيع أنها تحمل قصة طفل مريض. أمك ما استطاعت أنها تحمل الموضوع، ولا قدرت أنها تسوي ديليفري للقصة بطريقة طبيعية. وإن كان هناك خلاف أنه مثلا هل الطفل المفروض أنه يعرف بتفاصيل المرض ولا ما يعرف بتفاصيل المرض، أتفهم غضبك، مريت بهذه المرحلة في فترة المراهقة وغضبت على كل شيء، كل شيء، كل تحديد الكل، سويت تحديد الكل وغضبت على كل شيء وكل أحد وكل شيء تتخيله وتعرفه، كله غضبت عليه. مريت بهذه المرحلة وأعرف كيف الشعور أنه أنت يعني تورط بقصة ما تعرف شلون تفك منها. وهذا القصة لها آثار ولها تبعات ولها ورطات، ولازم تهندس حياتك عليها. يعني صرع موضوع مو بسيط، حين تهندسين كل حياتك بناء على هذا المرض، ترجعين ترتبين كل القصة، يمكن ترتبين أرضيتكم وشلون عشان لو طحتي، يمكن بترتبين متى تتغدين متى تتعشين، يمكن بترتبين شغلك لازم يكون أونلاين ولازم يكون في مكان آمن، ترتبين يمكن حتى الأرقام في جوالك، بتغيرين كثير أشياء، أماكن ما تروحينها، أماكن تروحين، كل شيء بيتغير. فهي مرحلة جديدة، وأعتقد أنك أمام ملف ما هو بسيط وما هو سهل. والحالة اللي تعيشينها أنك أنت تبحثين عن شخص تلومينه، ما حد يلومك. وقد تكون لوم وقد تكون غضب أيضا. الآن المطلوب رقم واحد أنك أنت تتفهمين مع هذه القصة، هذا هو المطلوب. وأجل موضوع نلوم مين، نتضارب مع مين، ونعصب على مين، وإن كان الشعور قد يكون موجود الآن، لكن المهم الآن بالدرجة الأولى أنك تجدولين يعني حياتك وترتبينها وفقا للقصة اللي أنت موجودة فيها، وفقا. هل ممكن أنها تتخلص؟ ممكن، ما ندري، بس الآن الوقت الحالي هذه القصة اللي عندنا. فبالتالي جدولي كل واقعك، كل حياتك، ابحثي، اقرأي، اسألي، روحي لقد ما تستطيعين من الأطباء، اسمعي لكل الفلسفات، كل الأفكار، كل الاتجاهات. يعني خلاص أنت الآن استلمتي الموضوع، لابد أنك أنت تكونين على قدر من المسؤولية. وبعدها لما تخلصين هذا الجزء، جزء عملي، انتقلي للجانب الفلسفي وأبدأ اسألي أسئلتك الفلسفية. نظفي بالطريقة، تحتاجين تنظفين التأنيب، تحتاجين تنظفين الغضب، قد تكتشفين أن الموضوع هو صدمة ولا أستبعد ذلك، فتحتاجين أنك أنت تاخذين أبانوس. الله يقويك، موضوع مو بسيط لكن أنت قدها.
حليمة حبيبتي تقول أجهضت وأخذت الوعي الطفولي وأجهضت مرة ثانية بعد هزت علاقات، بس فهمت الموضوع. ممتنة لك حبيبتي، مبسوطة بهذه الأخبار، الله يقويك. سوها حبيبتي تقول انكسرت رجلي هذه السنة حبيبتي، بسم الله عليك، وبعدين أصبت في عيني وفقدت الرؤية. أوه واو. وفقدت الرؤية لمدة شهرين، لكن بعدها قررت أتطلق من زوج خائن، قهرني، تلاعب فيا، مخادع بدون أي تردد ولا ألم ولا حيرة. يعني طلقت بدون تردد ولا ألم ولا حيرة، رغم أني كنت أحاول أتطلق منذ سنتين وأتراجع. هذه الإصابة فتحت لي رؤية. بدون أدنى شك أنه القصة اللي صارت لك صدمة، وأنه الصدمة أيقظتك وخلتك تتخذين قرارات كان المفروض أنها تتخذ منذ وقت طويل. يعني أنك تعيشين مع شريك حياة يعني خائن ومتلاعب، ويعني يستفزك طوال الوقت ويتلاعب فيك، معناها مطفي اللمبة يخون ومطفي اللمبة. ها يعني يخون يقولك لا انت الوشة في مخك، انت موسوسة، انت مو طبيعية، انت مو سهل، مو سهل، يعني تدمير على جميع الأصعدة. فهذا القرار كان المفروض يتخذ من وقت مبكر، وكان المفروض انك انت تنقذين نفسك من هذه القصة التعبانة، لكنك ما كان عندك الجرأة ولا كان عندك القوة ولا كان عندك الطاقة. فلما حلت الصدمة وانكسرت رجلك وفقدت القدرة على الرؤية، لأنك أنت مو قادرة تشوفين حقيقة عرض الواقع، أنت مو قادرة تشوفين، وانكسرت رجلك أنك مو قادرة تمشين للمستقبل، مو قادرة تروحين للمستقبل، تالي قدرتي الآن. يعني هذا الحدث قدر يصحيك، قدر يفتح لك لمبة، قدر يقولك ستوب، استيقظي، خلاص ما راح تروحين اي مكان بهذه العلاقه اللي سببت لك هذا المستوى من الالم. فابغى اقول لك مبروك، مبروك، انت يعني نجوتي بنفسك صراحه من هذه العلاقه، مبروك. وطبعا بدون تردد ولا الم ولا، لانك خلاص الان اشتريتي نفسك، الان فهمتي القصه. في ناس ما يفهمون القصه انه احنا ندردش انستغرام لايف، في ناس يحتاجون انه الواقع يفهمهم القصه. فمبروك انه الان انت فهمتي، والله يقويك، والله يقويك. اعتقد اتوقع يعني ان شاء الله انه يعني وضعك الصحي يتحسن، وتبعا لتحسن مشاعرك وافكارك. لكن لا يغني ايضا انك انت تروحين للطبيب وتهتمين بنفسك من كل النواحي، نواحي صحيه ونواحي مشاعريه ونواحي فكريه. حبيبتي انت بطله. Oh my God حبيبتي لورا، الله يقويك. أشواق حبيبتي تقول هل صدمات المرض تفقدنا الإحساس بالمرض؟ يجيني احتقان شديد في حلقي، ولما أروح الطبيب يقول كيف متحاملة. إحنا بشكل عام تكلمنا على موضوع الألم، إنه الأشخاص لما يستطيعون أنهم يتحملون درجة معينة من الألم يمكن يكون الأقل من كذا عادي بالنسبة لهم. يعني مثلا مرات تشوف، يعني مثلا بالنسبة لي أشوف واحدة مثلا قاعدة تصيح تصيح عشان في أحد قال لها أنه أنت يعني، واحدة من صديقاتها قالت لها ملابسك تعبانة، ولا يعني أنت مو أنيقة، أنت مو مرتبة، وش مفكرة نفسها، وش حاسبة نفسها، وليه، وبالعكس، وهي مين تحسب نفسها عشانها. فأكيد هي تتألم. يعني هذا الألم وهذا البكاء أكيد أنه ألم حقيقي، أكيد أنه يعني أكيد أنها هي من قهرة، ويعني تشعر بغضب وتحس أنها أهينت وتحس بالعار، تحس يمرات. حتى في السوشيال ميديا أشوف بعض الناس يعني يبكي ويصيح ويتكلم عن شيء، أقول أو واو، أو واو، يعني أعتقد إنه صادق، أعتقد. بس يعني مرات أقول يعني هذا الألم يعني عند ناس ثانين ولا شيء، أصلا ما نفكر فيه، مش في خانة الألم أصلا. في ناس عندهم آلام أكبر، هذا ولا شيء، هاي سالفة من السوالف، هاي سالفة ضحك، سالفة يعني ما ننتبه لها، الضحك شيء زي كذا يعني. بس لا، في ناس بالنسبة لهم يعني بيك ديل، بيك ديل.
فالأرواح تختلف والطاقات تختلف. ذلك في شخص يقدر يتحمل شيء يعني بسيط يسوي له مرة 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 يعني نقول عنه جوار يعني كبر القصة مرة، وفي شخص عنده موضوع مرة كبير ومع ذلك هو يعني يتعامل معه بطريقة أوكي يعني. فدرجة التحمل تختلف، وكل ما كانت روحك أكبر كل ما تحملت أكثر، كل ما كان طاقتك أكثر كل ما استطعت أنك تتحمل أكثر. لذلك اختبارات الأرواح الكبيرة واختبارات الطاقات الكبيرة هي كبيرة، هي كبيرة. بس ترى الألم من المحتمل أنه الألم نفسه، يعني البنت اللي قبل شوي تصرخ عشان أحد تكلم على ملابسها أو عشان أحد تكلم على روجها ولا شيء، يعني الألم اللي هي تعيشها، أقول لو نسألها نقولها من 10 كم درجة الألم، تقول 10 ليش يهينوني كذا، ليش يفشلوني، ليش. شخص عنده مشكلة أوه مشكلة كبيرة، يعني تلقينا مثلا قائد في الجيش وعنده مشاكل على مستوى الدول وكذا، تقول له كم مشكلتكم الآن يتعيشونها، كم درجة مشكلة، يقول يعني إحنا في مشكلة يعني مستواها 5. هم صادقين بس بالمنطق هذا الرئيس الجيش مشاكله أعظم وصدماته أكبر، بس طاقته تشيل، يقدر يحمل، طاقته تتحمل، وهذيك منهارة. عشان سالفة سخيفة بالنسبة للأشخاص الثانيين اللي يشوفون المشهد، بس هي حقيقة تتألم. أم بلغت الهيئة على بنتها أنها ما تصلي وأنها اعتدت على أمها بالضرب، علما أن هذا كله كذب، حتى تضطر البنت لترك وظيفتها والعودة لمدينتهم القديمة. البنت تعرضت لصدمة عظيمة، كيف تنظف هذه الصدمة؟ هل مقاطعة الأم تفيد في التخطي؟ أعتقد هذه قصص قديمة، ما أعتقد أنها موجودة الآن، لكن أقترح سول ديتوكس عشان ننظف القصة. إذا تحسين أنها صدمة صدمة أبنوس. الشيء الثاني، هل البقاء حول الأم ولا البقاء بعيد عن الأم؟ أعتقد شعورك هو اللي يحدد. أنا لا أميل إلى فكرة البلوك بشكل عام، لا أميل إلى فكرة البلوك إلا في حالات خطرة، ولا أميل إلى فكرة الهروب عن أحد. يبغون يهجون هم يهجون، يبغون يطلعون هم يطلعون، الباب مفتوح. لا أميل إلى فكرة المقاطعة ولا البلوك ولا يعني قطع الصلة. أميل إلى أنه خلهم هم، اللي يبغى يكون موجود موجود واللي ما يبغى، وأنت عيش حقيقتك، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لكن قد يكون في حالة خطر، لا، هنا الواحد لازم انه يحمي نفسه ولازم يبتعد، لازم يتواجد في مكان آمن. صديقتي تقول هل تنظيف صدمة من الطفولة يؤدي الى شفاء المرض الناتج عنها؟ ما نعرف، لكن خلنا نقول لو كنت تعرضت لصدمة والصدمة جابت مرض، أنا ولا راح أشاور نفسي إني أنظف، أوكي؟ ولا راح أشاور نفسي هل بيروح المرض ولا ما يروح المرض، قصة أخرى. لكن في صدمة نتج عنها مرض، راح أجتهد إني أنا أنظف، راح أجتهد إني أشتغل. هل تروح، هل بيروح المرض ولا ما نعرف، لأنه المرض أيضا له رسالة، الصدمة لها رسالة والمرض له رسالة. هل هي نفس القصة، هل هي نفس الرسالة، نفس الجذر، ما نعرف. لكن اجتهدي إنك أنتي، ماذا لو كان في هذا الاحتمال؟ ماذا؟ ما أدري. ماذا لو؟ ماذا لو كان في هذا في عالم الاحتمالات؟ ماذا لو كان على الأقل أنك أنت تعرفين طريقة للشفاء؟ لأنه على فكرة أنت كل ما نظفت كل ما عرفت أكثر، عرفت الطريقة أكثر. تالي مرات أنت تنظف فالطريق ينفتح لك لأنك تعرفين مثلا الطبيب الجيد، تعرفين الدواء الأصح، تعرفين المدينة اللي فيها المستشفى الكويس، يعني هذه يمكن ما تظهر قبل ما تنظفين. بالتالي ما نعرف وش الخير اللي ممكن يجي من بس اني انا انظف. هل ممكن يروح؟ هل ممكن يروح مشاعريا؟ هل هي فكريا؟ هل المادة نفسها بتتحسن؟ عندي صدمة تعنيف، كيف اتخطاها؟ ابنس. نختم بهذا السؤال. صديقتي تقول هل تلعب دور الصدمة في التأخر بكل شيء في الحياة؟
بدون أدنى شك أنه الصدمة تلخبط الزمن عندك، من الممكن أنها تلخبط الزمن، وبالتالي من الممكن أنك أنت زي ما نقول تتفرزم كذا، توقف كذا والدنيا تمر، تخيل أنك أنت في الطريق السريع والناس ششش رايح جاي وأنت قاعد كذا متجمد متفرج، لأنك أنت ما زلت تعيش الصدمة ولحظتها وشعورها وكيف توقف الزمن فيها. من الممكن أنك تكون أحسن شوية، فبالتالي تدخل للهاي واي لكنك ما تقدر تمشي في نفس درجة سرعة الهاي واي، فبالتالي أنت تصير شوية ماشي على اليمين، أمشي هنا متلخبط ما تعرف وين طريقك، متشكك. غالبية الأشخاص بعد الصدمة يعني يشكون في أنفسهم، يشكون في قدراتهم العقلية، يشكون في ثقتهم بنفسهم، يشكون مشاعرهم، يشكون في فهمهم في واقعهم، يعني درجة مرات أنك أنت تشك أنه أنت في الواقع ولا أنت في حلم، أنت يعني تكون الشك على درجات عالية جدا. يعني بعد الصدمة يكون في أسئلة وجودية فيها كثير من الشك، لذلك ممكن جدا أنه الشخص يتأخر بعد الصدمة، ممكن أنه شخص تقول يعني غاب فجأة، شخص غاب كذا 3 سنوات 4 سنوات ما تدري هو وين، بعدين ظهر فتعرف أنه هو مر بصدمة، مرت عنده حالة وفاة وعاش قصة، بعدين صحى، بعدين استيقظ، فهم الرسالة، نظف الموضوع وكذا واستيقظ وخلصت القصة بالنسبة له. ومرات الشخص لا يستمر، ما يقدر يعني خلص يتوقف الزمن عنده وخلص يتأخر، ما يقدر يلحق، ما يستطيع أنه يلحق بال. ومرات الصدمة تكون صارت له ومرات هو سواها لنفسه، ترى برضو ممكن الإنسان يتصرف سلوك ما يحسب له حساب، وتبعات هذا الحساب تبعات هذا العمل يكون صدمة، فتتوقف كل الحياة، تكون هذه فيها كارما، بعد يكون فيها كارما، فيها ورطة. يعني شخص يقول والله أنا قتلت بدون ما أعرف، والله أنا سرقت ما توقعت الموضوع بيتكركب بهالشكل، والله أنا اعتديت على زوجتي ما توقعت، قامت أخذت المحكمة وجابت الشرطة ووقفت للحياة وفصلوا من الدوام وسووا له وحطوا له، وقفت الحياة بعد تلك القصة. فيكون هو جاب الصدمة لنفسه، وبعض الأشخاص لا، الصدمة وقعت عليهم فتوقف الزمن لفترة طويلة. طيب يا جماعة، أذكركم عندنا على الموقع sumaya369.net عندنا أبانوس للتحرر من الصدمات، وعندنا نظام الصدمة يشرح لك معادلة الصدمة وكيف تحصل لما يبغى أن الصدمة تتكرر في حياته، عندنا صدمات الأجداد، وعندنا أيضا تنظيف المستقبل، وبرضه مواد الشهر اللي راحت ما زالت موجودة، السول ديتوكس، الوعي الطفولي، الموسيقى التحولية، التنفس. بليز اللي ما حط النية حط النية، ما زال هناك فرصة، وبصراحة إنه أنت تعرف صدماتك وتتحرر منها فرصة جيدة لتحسين الحياة، تحسين الواقع، فرصة ممتازة. إنه ماذا لو تغيرت كل حياتك عشان صدمة أنت عالق فيها من كم سنة ولا من الطفولة؟ ماذا لو بس إزالة هذه الصدمة تغير الحياة؟ اللي ما حط خلفية الجوال حط خلفية الجوال، مريحة وجميلة. شوفوا الفيلم في منتصف الشهر أو قرابة منتصف الشهر راح نناقش الفيلم. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.